والله يا جماعة عندي هو طبق بانيه بقاله كتير، بقى كتير سايباه ومتحفظه عليه، كل ما اطلعه اقول لا ابدا ابدا انا مش هعمله واشيله تاني، واقول لا السفرة الشريفة الاول نعمل شوربة عدس. شوربة عدس بانيه ايه يا ماما؟ انت عارفة بانيه بكام؟ اطلع اقول لا ابدا ابدا الخضرة الشريفة الاول، نعمل شوية ملوخية من غير شوربة. كل ما اطلع ابدا ابدا لا لا. وفي الاخر بقى قلت يلا يا بنت روقي على العيال يا بنت، وطلعي يا بنت 400 جرام البانيه بتوعك يا بنت، هاتي هاتي الكبه بتاعتك، ولو ما عندكيش كبه ممكن تعملي بالمخرطه، انا عملتها لكم قبل كده على فكره. هنجيب بصلايه كبيره كده وكتري البصل وفرميه كويس قوي، وانزلي عليه بقى ايه بالفراخ متقطعه، وفرومي الاتنين مع بعض ياخدوا يدوا بشكل ودي، بحيث ان ايه البصل يدخل في الفراخ ما تفهميش انت بتفرمي ايه بالظبط، يعني اللي يبص على الكبه كده ما يفهمش هو ده ايه اللي بيتفرم ده. وتقومي بقى ايه سألك بطاطسايه كبيره كده او بطاطستين، وتصفيها من الميه وتحطيهم على هذا الخليط، وتحطي ملح وفلفل وشويه بودره مرق الدجاج بس، بس كده. والله مكسوفه اقول لك ان احنا حطينا بيضه، هنحط بيضه معلش عشان تمسك بس الخليط معانا. وتعملي بقى الخليط كده تضربيه كويس قوي، بحيث بصي هيعمل معاكي هذا الخليط الملحوس الفظيع ده. حطي عليهم معلقتين من دي، ولو عندك بقسماط بلاش دي وحطي بقسماط، انا ما كانش عندي، وقلبيهم. شايفه الخليط طري جدا جدا. هنشكله ازاي بقى؟ نحطه في كيس اللي هو بتاع السندوتشات ده، او كيس حلواني، ونحطه بقى، ونجيب صينيه مدهونه زيت كويس قوي، يا اما تحطي عليها ورقه زبده تكون ايه ورقه زبده كويسه ما بتلزقش. وهنعملها شكل الدوناتس كده. انت ممكن تعملي شكل الدوناتس مربعات، شكل البرجر، يعني بصوا اعملي الشكل اللي تحبيه. هنا بقى قلت بقى ايه يلا مش مشكله احشيها جبنة، يلا يلا ان شاء الله ما نحوش. حطيت قطع الجبنة كده وحطيت طبقة تاني، طبعا انت ايه بتعملي طبقتين فوق بعض عشان اصلا كده كده الطبقة بتبقى رفيعة شوية، وظبطيها بالمعلقة. بص بسم الله ما شاء الله عمل معايا حوالي 19 ل 20 قطعة من البانيه. هنحطهم بقى كده في الفريزر عقبال ما نحضر العجينة بتاعتنا. العجينة دي عجينة بيتزا، عملتها معاكم قبل كده كتير، وطبعا الوش بتاعها شقق كده عشان كانش عندي ستريتش اغطيها، فكنت مغطيها بالفوطة بس، ما علينا بنعجنها وكل حاجة بتروح. هنقطع بقى العجينه دي، انا هحط لكم المكونات في الكومنتات. هنقطع العجينه دي الكور متساويه، انا قطعتها حوالي 13 كوره، وهنفردها بايدينا كده ونخرم من النص عشان برضو اعملها اعمل العيش شبه الدونتس زي ما انتم شايفين كده. وحطيتها كده على الصاج مدهون زيت او عليه ورقه زبده، وتحطيها وتسيبها تخمر تاني 10 دقايق، وبعد ما تخمر تدهنيها كده وشها رشه حليب كده ورشه اسمه ايه دي حبه بركه وشويه سبسب، وعلى اعلى درجه حراره في رف اسفل ما بياخدش من 5 ل 7 دقايق، ياخد لون ذهبي من تحت، وبعدين ترفعيه على الشوايه بقى عندك احلى عيش. بصوا فظيع كده، احنا عملنا العيش وعملنا الفراخ، نروح بقى ايه نسويها علشان نعمل احلى سندوتشات للعيال. ما هو مش اي 400 جرام فراخ يعني، بصوا ده بعد ما تحط حوالي ربع ساعه، مش بياخد وقت يعني، هي بتجمد بسرعه، ربع ساعه تلت ساعه هتلاقيها جمدت بالشكل اللي انت شايفاه ده. نحضر بقى الخليط، انا حطيت معلقتين من الدقيق عليهم ربع معلقه من البيكنج باودر، وتقومي بقى نازله بالميه حوالي ربع كوبايه ميه كده، انزلي بالميه شويه بشويه وفضلي اضربي فيها كده لحد ما يديكي عجينه لا تقيله قوي ولا خفيفه قوي. العجينه دي تنفع تبقى تغليف للفراخ من غير بيض، وممكن تحط لها بيضه برضو. مكسوفه اقول لك والله ان انا حطيت بيضه، مكسوفه اقول لك والله، بس هي من غير بيض، انا يعني الكميه دي خلصت وحبيت اقلي تاني فما كانش عندي بيض فعملتها من غير بيض ونفعت تاني عادي. وتحطي شويه ملح وفلفل اسود، بقى عندك الخليط ده البقسماط، وحطي عليهم معلقتين كده من الدقيق عشان نكتر كمية البقسماط، وممكن كمان من غير بقسماط برضو، انا كانش عندي بقسماط فقليت الباقي بدقيق بس، يعني ممكن تعملي الخلطة بالدقيق والمية وترجعها للدقيق او بقسماط براحتك. هنحطها في الخليط الدقيق اللي هو عليه مية ده، وبعد كده للبقسماط، وتحطيها شوية في الفريزر مثلا 5 10 دقايق بحيث ان البقسماط يمسك معاها. والبقسماط ده طبعا انا عشان جايباه متبل جاهز، فانتي ممكن ايه برضو تتبليه تحطي عليه ملح وفلفل اسود وبابريكا، ودلعي بقى دلعي. الزيت يكون سخن خالص ودرجة حرارة البوتاجاز متوسطة، اول ما ياخد لون ذهبي تقلبيها على الجهة التانية وتهدي النار تخليها مثلا متوسطة شوية بحيث ان هو يستوي. بس يا ستي خد لون ذهبي من ناحيتين بس خلاص، طلعيها بقى على مصفى سلك علشان لو في اي زيت يصفيه وبس. عايزه اقول لك بقى عمل معايا كميه فظيعه، نص كيلو دي عمل معايا 13
رغيف من اللي هم على شكل الدوناتس ده. الفراخ عمل معايا 19 او 20 قطعة. بصي بقى المحشية جبنة فظيعة. عملت بقى ايه شوية صوص كده كاتشب على مايونيز انا اللي بعمله كاتشب. جبت برضو اصغر كيس مايونيز وحطيت شوية مايونيز على شوية كاتشب وبس يا ستي. عملت للولاد شوية سندوتشات. ما اقولكيش انتي اساسا لو عازمة صحاب ولادك مثلا، عازمة حد، ممكن تعمليها بجد. يعني 400 جرام البانيه عملوا معاكي كمية كبيرة جدا، وفي الطعم طعمها قريب جدا جدا للي هو تشيكن ماكدو. ماكدو اسمه ايه؟ تشيكن ماكدو، تشيكن ايه اللي هو بتاع ماكدونالد ده، هو بالظبط نفس الطعم بالظبط، ما يفرقش خالص. اسمه تشيكن ايه يا اختي؟ انا نسيت. تشيكن ايه، تشيكن ايه. المهم اللي هو سندوتش الفراخ بتاع ماكدونالد اللي كلنا بنجيبه ده، اللي هو بيبقى طعمه ما تفهميش، يعني لا هو قطع فراخ صريحه ولا هو مفروم، هو ده هو طعمه كده بالظبط. وده بقى السندوتش اللي انا دلعت نفسي بقى، عملت لي طبقتين بقى. انا دلع نفسي يا بنتي، ما يهمكيش يا بنت، احنا هنجيب فراخ كل يوم يا بنت، احنا كل يوم هنجيب فراخ. يلا جربوه قولوا لي، ولو عجبتكم اعملوا لايك للفيديو، شيروه، اكتبوا لي كومنت حلو، اعملوا لي فولو لو لسه ما